كيفكم؟ اليوم بدي حكون عن كيف تلونوا الجلو الابيض. وطبعا قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات ويلا نبلش. الاشياء اللي نحتاجها مشان نلون الجلو هي رح نحتاج لازايز يعني انينات. هاي الانينات رح نحتاج كمان الجلو، والجلو مش كثير الجلو ملون، كل ما نروح على اي سوق حتلاقوا بس هيك جلو ابيض بس ما بتلاقوا جلو ملون، يعني مش متوفر. يعني الجلو متوفر الملون مش كثير متوفر بكل البلاد. فاحنا حابين نوريكم كيف حتلونوا الجلو الابيض، وحنحطهم بهدول الازايز اللي هم الاناني. طبعا اول شيء حنحطها هون على الانينه او الازازه، حنحط جلو، بعدين مثلا نسحب اللون البني او اي لون ونلون كل وحده باللون الموجود عندنا ونخضه ونخضه. انا اللون اللي بدي الون فيه جلو تبعي هو البنفسجي، وانا بدي اختار الاخضر معين. اخضر اوكي، عين اخضر فانا معبيها كلها نصها نصها عشان العلبة. طبعا بعد ما حطينا الجلو على العلبة هلا بنعلمكم كيف بدنا نحط اللون وكيف بدنا نخلطه. وطبعا احنا هنستعمل الوان زيتية على كيفكم، اي لون اكريليك بينتس. نحن خلينا نحط هلا من هاد، حطوا هذا مسكر خلينا نفتحه. الكمية بدكم اياها طبعا حسب اللون. حطيت انا 5 اطراف. طيب هلا كيف حصل؟ خذوا يلا شوف ايش صار. كثير قرب خمس ساعات بده ينزل لتحت اول. خذوا هو انه ثقيل. هو سهل. او ماي جاد شوف وين تصير المف تبعي. فينا ناخذ هاي المعالق وناخذ من عصايتها اللي هون. عيدان اسهل. جيبونا عيدان. هلا حنضل نستمر بنحركها عشان سنح ما يخلط. يخلط اللون بتاعتك اسهل لو ودك. هي انا تبعي صار بنفسجي بس لسه من تحت ابيض واخضر. وحنلون كل الجلوات بهاي الطريقة، كل الالوان بهاي الطريقة. فحنلون اللون اللي بعده، انا حاخذ اصفر وريان اسود. عامل بني ولا اسود؟ انتي ح اعطيني لا بدي برتقالي خلاص. انت حطي اول بس ما تعبيها على الاخر لهون. يا دوب انا لهون يا دوب يدخل فيه هيك. ستوب 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 عشان نقدر نخلطها ونخدها. هلا خدي لسه اعمل لازم. حطيه معك عليك لما تضلش عندي مكان. طيب هلا خلينا نحط اللون الاصفر برتقالي. انت برتقالي يعني 2 3 مسكر. هيك افتح تبعي احط 1 2 3 4 5. ايوه فتح استعبى. حطي 5 drops 5 drops. 1 2 3 4 5. عود بس اول شيء حناخذها شوي شوي بعدين نكمل بالعوده. هي عودتكم اوكي. اول شيء شوي هيك. هلا شوف صار فيكم تشوفوا. او ماي جاد اوكي شوفوا هيك بس زين. طبعا رغد هلا عم بتساعدنا ورا الكاميرا. هلا رغد بتسوي لنا ورا الكاميرا، عم بتحط لنا الجلو عشان نلونهم. يعني ما بتحبش السلايم ابدا. هيك عم بتسوي. رغد بتحط لنا الجلوات واحنا بنلون. بس هلا احنا حاطين اول 2. ايوه حتعملي الاصفر. شوفي حطيت نصه ولسه حتى ما تلون. تعي جهز يعني شوي. لا انا بدي اياه ينزل لتحت بس هو كله مبين ابيض بس مش ابيض هو. تعي جهز سوي هون ريان. يا حيطلع زهري مش احمر. ريان بدل برتقالي طلع زهري كثير حلو تقريبا. خذه جاهزين. ني 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 يا شوفي بينك. ليش انا مستغرب بينك؟ واو اتمنى يطلع لي. لا احنا بنحط اللون. خلاص انت حطها. اخذ
من هون لون هذا شكله كيوت هذا ما بيعذب ناخذ ما بيعذب ايوه انا وسخت ام الدنيا عارفين ما حنمسيه انا خلصت زي ما حنمسح نمسح الورد عشان ما تلون اللون ثاني بلون ثاني تعمل لنا اياه مع اشكال تين لبني لا بدي هذا احطه ميكي انت سويتي زهري كان زبيحة انت سويتي زهري في الوان ثانية هناك قولي اعطيني اعطيني انت سويتي من الزهريات هذولي ثانك يو اعطيني اي لون ثاني اعطيني بني شو بدك بني شو معنى اوكي اعطيني محل انا هلا احط هذا اللون لكن يا ريان نعم هذا جلوبل اغلوب حاخذ هاد هلا عم بحطونا جلو احنا عم نحط الوان اوف بني سني محارم او ماي جاد اعطي كمان محرمة خلط كمان احنا يا ماما شوفي عشان يطلع ما عشان نخلط بسرعه لازم احط جلو هات كمان قليل هات كمان هات هو من برا بتحسوا انه مش مخلوط بس من جوا مخلوط 100% سويت اللون اللي بعده وانتم بتحسوه من برا هيك مش ملون زي ما قلت لكم بسويه من جوا ملون اعطي خلطه صغيره تعي ما انت ما عطيني لون بني بني بدك بني بس ما تعالي تطلق طب انا هلا رح اختار اللون لا محتاج في ازرق فاتح يود في حاخد التركواز المنت اعطوني ازرق الفاتح اوف كترت تعال يلا ازرق فاتح خلينا نشوف لون واو انا كمل كثير في حتى عندنا هون اسود شوفوا شوفوا كرمال صاروا فانيلا واو هو من جوا ملون بس من برا في هذا الابيض بس لازم اخده بس خليني اخلط شيء منيح ومشان هنا اخلط في محرم اوكي اليوم ام المحارم كم لون باين لنا؟ هيك احنا هلا عم نعلمكم كيف تلون الجلو يعني كيف اللون اللي بدكم اياه انه تلاقوه انتم انا هلا خلصت نعمل لكم فيه 3 بلو كولرز ان شاء الله اه كلها حلوه بدي لون بدي لون سوين واك ناو ماي جاد هلا عم بسوي انا اسود هذا من فوق هيك بس هو اصلا خد انا هلا سويت على الازرق ازرق اسوي هيك في كمان هذا عمل لون اي واحد لون احسن بدي اجرب الازرق لانه ما لنا شيء شيء ازرق ده بحتاج سن بس ما عندي سن يا دوب لا رح احط تقريبا كل علبه الاسود رح يطلع معي كل شيء شوفوا لونه من برا من برا شايفينه ابيض بس من جوا سواد الليل اخذ اول شيء عشان اللي بيطلع له كل عقابله الاسود شوفوا ربان يبي يطلع لي هذا هو الزهري والمشمش انا بدي كل الالوان تطلع لي الا البني والاسود طبعا هسه طبعا نحن بنلون هذا بالالوان زيتيه اسهل من الطعم طبعا بتوسخ اكثر كثير هذا ارحم هون زي ما شايفين حتصيروا تحكوا روان سويتيه لونه كحلي طب روان لونه رمادي لا هو لونه هلا اسود شوفوا شوفوا من جوا بس من برا ما عم بتخلط معي ف يا عطيني محرم الاسود جاهز اوكي بنوضح هاي هلا نقدر شو هلا انا بدي اقلب هذول العلب يعني هلا بشوف شو قصدي عشان يتغير اللون ها بدي اساعدك هلا هون عندنا اسا في لونين خلينا اه عشان هذا رح لون ناخذ هذا شوي هلا بدي كمان لون شو هو يا ترى بدي لون انا بدي هذا بدي لون بدي لون خلصت الالوان في احمر اذا في احمر اعطوني
هلا انا هحط هذا الاحمر هيك شبه الاحمر رح احط كثير كثير لانه يمكن هذا زي الاصفر. ملابس اليوم مصيبة انا مبسوطة من توسع هلا ودي بامكن باي ودلع وش هي نوع الخمر؟ خمرونا لعمي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هذا اللون من جوا هيك احمر كثير 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 شايفين شايفين هذا من برا زي ابيض بس جوا زي اصفر اصفر. هي هلا ضايل لي اخر لون وريان لسه ريان خلصت خلص اعطيني واحد فشو هو اللون اللي هو اخر واحد شو استعمل؟ لا لسه في عندي هذا بس شو احط جوا اخليه ابيض خليه ابيض ما لنا شيء ابيض انا بسم الله لاف يور هاندز وير از ذا وايت صار عندنا كل الالوان جاهزه هون عندنا ابيض اسود هيك شيء على برتقالي او احمر هيك شيء اخضر تركواز اصفر زهري بنفسجي بنفسجي اخضر فاتح مشمشي بني ازرق بني ازرق وكم زي كموني ازرق بني مشمشي اخضر بنفسجي ازهري اصفر وهات كانت اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات وباي.